تشاهدون الآن فريق الجدعان يلتقي جدعان مشروع مستقبل مصر الزراعي والبالغ مساحته 500 ألف فدان، حيث يزرعون حاليا نحو 250 ألف فدان بمختلف المحاصيل البستانية والحقلية في المواسم الزراعية والشتوية والصيفية باستثمارات تقترب من 5 مليارات جنيه. لسه مكملين مع حضراتكم زيارتنا لمشروع مستقبل مصر الزراعي. تعالوا بقى نقابل المستثمر أحمد الصباحي رئيس شركة وادي النور للاستثمار والتنمية الزراعية، وهو بيزرع في مساحة 2000 فدان في مشروع مستقبل مصر، وكان من المستثمرين اللي قابلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمشروع من أسابيع، وعرضوا عليه مطالب جدعان مشروع مستقبل مصر. في زيارة هامة جداً للرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر، وحضرتك حضرت هذه الزيارة. كان هدفها ان الرئيس عايز يسمع المستثمرين داخل واحد من اعظم مشروعاتنا الزراعية. عايز اعرف من حضرتك التفاصيل، عرضنا ايه والاستجابات كانت ازاي؟ هو سيادة الرئيس شرفنا بزيارة مفاجأة لمشروع مستقبل مصر، وشرفني سيادته باللقاء معاه. فاحنا عرضنا على سيادة الرئيس، طلب مننا ايه مشاكلكم في المشروع. عرضنا على سيادته التخوف من المية الجوفية، فسيادته وعد بحلها من عدم استدامتها، من عدم استدامتها وتغير درجة الملوحة بتاعة الآبار. تمام. فسيادته وعد ان هو يحلها بمحطة تنقية ثلاثية في مدينة الحمام، وان شاء الله تروي 500 ألف فدان. طلبنا ايه تاني؟ طلبنا ان احنا ان القطاع الزراعي كله عموما، معاك رئيس الجمهورية، القطاع الزراعي كله بيعاني من تسعير الكهرباء. تمام. الكيلو وات كهرباء احنا بنشتكي ان هو من لسيادة الرئيس ان هو عالي، فالسيادة وعد انه هيعيد دراسة الموضوع مع سيادة الأستاذ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. تمام. سيادة الرئيس كمان تصدق على منطقة لوجستية في مشروع مستقبل مصر، المحطات فرز وتعبئة وتلاجات، يعني منطقة تصنيع زراعي وتصنيع غذائي في المنطقة بالكامل هنا في مشروع مستقبل. لأنه سيادته بينشط التنمية المستدامة لهذا المشروع. خليني أقول لحضرتك أن بعض المستثمرين كانوا بيشعروا بالقلق في مشروع مستقبل مصر بعد زيارة الرئيس، حضرتك نقلت ليهم إيه؟ بعد سيادة هذا الرئيس كل المستثمرين يعني تبدد هذا القلق جدا، واعتبرنا زيارة سيادة الرئيس لهذا المشروع ان دعم لينا وامان لينا، وادانا امل ان احنا نستثمر اكتر واكتر في الارض الزراعية. طيب انا عايز اعرف بقى شخصيا الحاج احمد الصباحي، عارف ازاي مشروع مستقبل مصر بيزرع مساحة قد ايه، بيزرع ايه، عدد عملته، احكي لي حكايتك مع المشروع. انا بدأت من اول المشروع ما بدأ، من بداية الاستصلاح خالص سنة 2018 بدأت البنية الأساسية. أنا يعني واخد قطعتين، القطعة تقريبا 1000 فدان. أنا زارع موالح وبوفيتات بطاطس وبنجر وزيتون. تمام. زيتون مائدة. نسبة الجودة في الأرض عاملة إزاي؟ الأرض عاملة إزاي هنا؟ احكي لي كده زراعيا. من أحسن الأراضي الصحراوية في جمهورية مصر العربية، ما فيش فيها كربونات كالسيوم او اي كربونات يعني او حديد او المشاكل اللي بتحصل. التربه كويسه جدا، صالحه لكل الزراعات. انا اللي كنت متخوف منه بس موضوع الميه مستقبلا، فسيادة الرئيس بدد هذا الخوف وهذا القلق من موضوع الابار. من النماذج المبهره في مشروع مستقبل مصر المساحات اللي بيزرعها آل الشلمة اللي اسسه شركه ايجست الزراعيه، ودي واحده من اكبر شركاتنا المتخصصه في التصدير للحصلات الزراعيه وخصوصا البطاطس والطماطم الشيري والموالح، وعاملين حوالي 1160 صوبة زراعية في مساحة 80 فدان، وزرعين 1000 فدان موالح زي البرتقال الصيفي والموركت والليمون، و1500 فدان بطاطس وفاصوليا بإجمالي مساحة 2500 فدان. تعالوا نقابل الدكتور عمرو الشلمة المدير التنفيذي لشركة إيجست عشان نتعرف على أسواقهم الخارجية. خليني في البداية أقول لك إن آل الشلمة تاريخ كبير جداً في القطاع الزراعي المصري وخصوصا في قطاع التصدير. في مستقبل مصر انا شايف نموذج مبهر على مساحه 3200 فدان المستغل منهم 2500 فدان. شوف معلومات متاكد قبل ما ادخل لك. تمام يا فندم. فهمنا بقى كيف يفكر الدكتور عمرو الشلمة وانت دكتوراه في الاداره.
احنا دخلنا المشروع ده سنة 2017، في بداية 2017 قسمنا المزرعة على حسب طبيعة المجسات اللي احنا شفناها وعلى حسب التربة الصالحة لكل محصول يتم زراعته. فكان عندنا مساحة 1000 فدان لا يجود فيها الزراعة بالري المحوري، وعملناها شجر. الشجر ده برتقان صيفي وموركت وميراف وليمون، و1500 فدان عملناهم بفتات ري محوري. ومشروع الصوب اللي حضرتك واقف فيه ده عبارة عن 80 فدان صوب. المشروع هنا كان يعني أشبه بالحلم. السرعة اللي كانت عايزاها القيادة السياسية في تنفيذ المشروع عشان يدخل حيز الإنتاج ويضيف قيمة للناتج المحلي المصري. استلمنا الأرض في 2017، الحمد لله بفضل ربنا قدرنا نزرعها في 10/2017. رفعنا قدرات قياسية اللي انت بتتكلم فيها دي في قدرات البشر، يعني كل حاجة ليها تايمينج، كل حاجة بجدول، كل حاجة بمعاد. لازم خطة، ولازم بنحدد فيها احنا عايزين ايه، وعايزين نخلصه امتى، وعايزينه يدخل مرحلة الانتاج امتى. طيب خليني افهم منك، الصوب زرعها ايه؟ انا الصوب دي زرعها طماطم شيري، بستهدف فيها السوق الاوروبي والسوق الروسي، تصدير اصلا. لسه ماسكه سعر يا دكتور؟ ان شاء الله، يعني نامل ان احنا نحقق منها المنشود من نسبة الربح اللي احنا عايزينها، ونتمنى ان احنا نتارجت اللي احنا عايزينه بان احنا نبقى من الشركات الرائدة في تصدير الطماطم الشيري والطماطم السلج. دكتور انا فاهم يعني ايه اجست وقيمتها في السوق الزراعي المصري، تمام، ولكن عايز الناس تفهم من خلال الابحاث اللي حضرتك عملتوها هنا في المشروع على التربه والميه، احكي لنا فكرت ازاي وقسمت ازاي. احنا اخترنا الارض بالشكل الظهيري الاول، وبعدين نزلنا الاول حفرات لعمل المجسات على كامل المساحه 3200 فدان، تمام، تحديد وتوصيف كل مساحه وتصويرها وتحديد المحصول المناسب ليها. لو حضرتك حتى شفت ده هتشوف بشكل واضح انه في اماكن بعينها مزروعه بالبرتقال، واماكن مزروعه بالري المحوري، والاماكن اللي هي مزروعه بالصوب الزراعيه زي ما حضرتك شايف. ده ناتج عن كل محصول هو يتكيف مع اي طبيعه من طبيعه التربه، وعلى اساس كده تم تحديد حتى الصنف في البرتقان طبقا لنوع التربه. هنا بفضل ربنا ان متوسط الاي سي في ميه الابار هنا، طبعا كل الري محور ري ابار جوفيه، بنتكلم من في بدايه المزرعه تقريبا على مسافه 6-7 كيلو من هنا للعمق، لحد هنا بنتكلم في رينج 200-600 BPM. ما شاء الله، الله اكبر، انتاج البير الحمد لله رائع، حاجه ميه نيل يعني. طبعا ما عندناش اي مشكله في الموضوع ده. انتاج البير كافي. التصرف قد ايه بقى؟ تقريبا بنشتغل 120-140 متر مكعب ساعه على حسب كل بير طبيعه تصميمه كانت عامله ازاي. زرعنا الموالح وزرعنا الصوب اللي هي اصلا استخداماتها للميه اقل بكثير من استخدامات البيفوتات والري المحوري. رعينا المسافات ما بين الابار وبعضها عشان حدود السحب الامن. ما تجاوزناش المعدلات الموصى بها من السحب حتى لا يتم استنزاف الميه، الخزان الجوفي. الخزان الجوفي، وده في حد ذاته ترشيد للميه وترشيد للاستهلاك. احنا بنفرد المشروع بشكل افقي على طول محور الضبع هنا، عايزين الهدف ان احنا نطول الفتره او العمر الانتاجي للمشروع ده، وده مش هيتم الا بالتعامل الجيد مع الميه والتشكيله الزراعيه المطلوبه وعدم السحب الجائر وتجاوز معدلات السحب الموصى بيه. عرفنا بقى ايجست بقى وشغلنا عامل ازاي وصادراتنا فين وبنشتغل فين. ايجست دي فاميلي بزنس، احنا خمسة اخوات توارثنا هذه المهنه. ربنا يحفظكم. الحمد لله رب العالمين. توارثنا هذه المهنه عن والدنا من 30 سنه.
كان هو بيزرع، وكان النشاط في بدايته إلى استهداف السوق المحلي. كبرنا مع بعض، كبرنا الشركة، بقينا الحمد لله من الشركات الكبيرة في تصدير الحصلات الزراعية، وخصوصا محصول البطاطس الحمد لله رب العالمين. رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد سعد الشلمة هو الليدر بتاعنا، والأستاذ جابر ده نائب رئيس مجلس الإدارة، ده مسؤول. قول لي ده معلم التصدير. جابر هو مسؤول عن التصدير، ومعاه حاتم، وأنا مسؤول المشروعات الجديدة، وبحتك شوية بالقطاع الزراعي. الاستثمار الأجنبي مش بعيد عن مشروع مستقبل مصر، وأبرز النماذج شركة تزويد للحصلات الزراعية، وده استثمار أردني بنسبة 100%، وهم من أشهر مزارعي ومصنعي البطاطس، وكمان بيزرعوا الجزر والذرة الحلوة والبسلة والبصل. تعالوا نقابل عمار غنيم رئيس شركة تزويد للحصلات الزراعية. الجمال اللي أنا شايفه ده في زراعة البطاطس يؤكد أن حضرتك راجل فاهم في صناعتك وراجل مزارع والطراز الأول. شكرا. التزويد وأنت مديرها العام هي اللي بتزرع النهاردة؟ نعم. صح كده؟ نعم. عايز أفهم دخلت المشروع هنا إزاي؟ استثمار أردني صح؟ طبعا بالكامل. تمام. شركة تزويد لحصلات زراعية هي الشركة الشقيقة لشركة فروزينا، اللي هي مصانع نص مقلية، مصانع المهندس بطاطس بلال بشير. المهندس بلال بشير ياسين. نعم. طب خلينا دم جبنا سيرة الراجل المحترم ده، لازم ندي له حقه. المهندس بلال بشير يا جماعة خلي بالكم، شركة فروزينا، الراجل ده من الناس اللي عمل التحول في صناعة البطاطس في مصر، بدأ بالزراعة وانتهى بالتصنيع بمنتج نهائي للمستهلك. دي ألف تحية. شكرا. سمعني بقى، تزويد دخلت هنا ازاي؟ تزويد كانت المصنع كان بيحتاج طبعا بطاطس خام في تمام. في على مدار السنه، واللي اعرفه ان انتوا كنتوا بتاخدوا من الناس بتاجروا. نعم. عند مزارعين يزرعوا. نعم. لكم ويوردوا بطاطس. فاجينا المشروع هنا من بداياته في اواخر 2017، وبدانا بالاستصلاح وتركيب حجم الشبكات. الاستثمار اللي ضخ هنا قد ايه من تزويد؟ من في شركه تزويد ما يقارب ال 35 مليون. 35 مليون. نعم. في 2500 فدان بالكامل؟ لا، في الألف فدان. في الألف فدان. 2500 فدان متوزعين بين شارع العوينات وبين الفرافة. وهنا. وهنا ألف فدان في الضبع. مشروع مستقبل مصر. نعم، في مشروع مستقبل مصر. تمام. كمل لي بقى، عايز أعرف البطاطس بتاعتنا بقت عاملة إزاي؟ جبنا أصناف جديدة للزراعة، بنزرع إيه للتصنيع؟ طبعا إحنا بنزرع عدة أصناف للتصنيع، منها بداية السنتانا، الأستريكس، دايموند. دي الأصناف الرئيسية اللي بتلزمنا في موضوع التصنيع. احنا استثمار أردني مش مصري. تمام. ولكن انا مصر ان انتم مصريين. انا بلال معلمنا ان انتم مصريين. احنا في بلدنا الثاني. يعني ربنا يحفظه. نعم. بيتعامل هنا كأنه مصري فعلا، وهو مصري بالفعل. نعم. الارض هنا تعبنا واحنا بناخدها، واجهتنا مشاكل، التحديات اللي واجهتنا. انت اللي عايش في الارض، احكي لي. احنا بدأنا في الارض، كانت الارض عبارة عن ارض بلا بيفوتات، بلا طرق، بلا اي حاجة. بدأنا بالاستصلاح في أواخر 2017، وفورا يعني الدعم اللي 2017 ده أنت من بداية المشروع. نعم، من بداية المشروع. تمام. الدعم اللي حصلنا عليه هو النفس القوي اللي وصلنا للمرحلة دي. أخيرا مشروع مستقبل مصر بيجهزوا فيه حاليا مناطق لوجستية للتصنيع الزراعي والغذائي والفرز والتعبئة، ومراكز بحثية فيها خيرة علماء الزراعة في مصر، وكمان هيوصلوا الماء الحلوة من الرياح الناصري خلال العام الحالي. وبكده المشروع خلال عامين هيغير وجه الزراعة في مصر، وهيحول الزراعة لصناعة حقيقية. شدوا حيلكم.